السلام عليكم، معكم خالد احمد اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم فيديو جديد. الفيديو ده هيكون جيم بلاي كده من بدايات ريزنت ايفل فيليج. لعبت اللعبه لحد دلوقتي ساعه قبل ما اسجل الفيديو ده، وقلت ان انا طبعا بسجل الفيديو ده قبل نزول الريفيوز. يعني اللعبه معايا بقى لها تقريبا داخل على 3 ايام او يومين او حاجه زي كده، بس الواحد صراحه مزنوق مع اللعبه دي ومزنوق مع ريتيرنال، وبشاور دماغي كده ان انا اركن ريتيرنال واركز مع ريزنت ايفل، لان انا عارف ان ريزنت ايفل يعني لو انا لعبت فيها كتير اخري مثلا 20 ساعه 15 ساعه لعب في الرينج ده تحديدا، انما ريتيرنال الصراحه مطوله. لا هي مطوله قوي. الساعه اللي انا لعبتها من اللعبه ما اقدرش ان انا اقول لكم انطباعي عن اللعبه. طبعا من ساعه لعب هي بدايه كانت كويسه جدا، بدايه اللي هو بتدخل في الاحداث على طول بدون تضييع وقت. انا بلعب اللعبه على البي سي، لو اي حد مهتم ان هو يشوف السيتنجز بتاعت البي سي اللي انا شخصيا بستخدمها. انا قعدت دعبست شويه في السيتنجز امبارح لحد لما ظبطتها على ان انا بلعب على ريزولوشن 2K. فدي طبعا بشتغل بكارت شاشه 2070 سوبر، RTX 2070 سوبر، والبروسيسور عندي AMD رايزن 7 3700X، و32 جيجا بايت رامات، وهارد NVMe اللي هو سابرنت روكيت. فدي المواصفات الاساسيه بتاعت جهازي. فدي سيتنجز اي حد مهتم ان هو يشوف ايه ده، اي حد مهتم ان هو يبص على السيتنجز ويشوف انا بس فعل ايه وموقف ايه، يبص على يوقف الفيديو ويشوف بنفسه. انا بشغل ري تريسنج، انا عندي فضول اشوف الري تريسنج شغال ازاي. من الساعه اللي انا لعبتها الصراحه الاداء بتاع اللعبه كويس جدا جدا جدا، خصوصا في المنطقه المفتوحه. المنطقه المفتوحه يعني على ريزولوشن 1440p كانت بتوصل يعني على الاقل رقم كنت شفته حاجه و60. يوم لما بيحصل انخفاض كبير جدا بيبقى في مثلا زي ما تقولوا حاجه و50 فريم. انا شغال بشاشه جي سينك، فبتقدر انها تنعم الفريم ريت لما بينزل تحت الستين بشكل كبير. فبس دي سيتنجز اللي انا بستخدمها طبعا لاي حد بيلعب هيلعب على البي سي. وخلي بالكم طبعا انا بلعب من غير درايفرز خالص، انا بلعب اللعبه من قبل، يعني الفيديو ده بسجله من قبل ميعاد نزول اللعبه، وطبعا انت هتشوفوا الفيديو قبل ميعاد نزول اللعبه ان شاء الله بيوم. تعال بقى ايه نكمل، وطبعا انا هحط تايم ستامبس تحت، اي حد عاوز ان هو يفوت اجزاء فيها حرق، فيها مثلا قصه كات سينز او حاجه زي كده يعمل لها سكيب. عاوز تتفرج على الجيم بلاي انا هحدد في التايم ستامبس تحت الموضوع ماشي ازاي. يلا نكمل. انا اعتقد انا في واحد صاحبي كنت كلمته امبارح عن رايي يعني في الاول ساعه، قال لي انت كده واقف عند تقريبا عند بدايه الديمو. انا مش عارف الفريم ريت ظهر لكم، لا مش ظهر للاسف التسجيل الفريم ريت، بس يعني هو ما بين يعني تعدى ستينات بيخش على 70 اهو، بينزل ستينات سبعينات. يلا انا ما لعبتش الديمو بالمناسبه عشان ما حدش يعني ايه يفتكر ان انا عارف كل حاجه هتحصل هنا. انا داخل على موضوع زي ما تقول ايه بقى ايه بلايند. هلو، يو شودنت بي اوت هير، اتس نوت سيف. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? On shall I tell you about the master of the house? Shall I tell you about the settings? Settings in graphics in Arabic. She is in great. مصطلحاتها غريبة شوية صراحة. What are you talking about? The monsters? The expressions that are hello. Harold's danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Rose is here? من الملحوظات اللي انا اقدر اشيد بيها الصراحه في الساعه اللي انا لعبتها ان الذكاء الاصطناعي في اللعبه عجبني جدا. لا الذكاء الاصطناعي في اللعبه فعلا يعني انا كان بيتعمل عليا حفلة. اوكي
انا شفت الصورة دي في الدعاية بتاعت اللعبة اللي هي بتاعت ماذر ميراندا، الشخصية اللي اسمها ماذر ميراندا دي تقريبا شكلها كده هتكون المين فيلم بتاعت اللعبة. وبداية كانت ترفع الضغط يعني، تقلق جدا الواحد كان فعلا اللي هو قاعد اللي هو مضغوط كده جوه مكان وهم عمالين يدخلوا لي من يمين والشمال ومش رحمني ولا سايبني في حالي. Log from other side. Okay. Miyazaki will be proud. Some kind. We offer this god's warning to protect the village and its people. And its people, any who breaks him shall feel Mother Miranda's wrath. عشان لو حد محتاج حابب ان هو يشوف العربي، انا مش عارف هيعمل بقى ريسيت للسيتنجز في اللعبه ولا هيعمل ايه بالظبط. طب معلش بقى يا جماعه، اعتقد ان انتوا يعني لو اي حد مهتم بالعربي انا مش هينفع، لازم اقفله وافتح تاني عشان اشغل العربي في المدرسه. انا كسرتها ورجع بقى تعمل ايه. اتمنى ان الموضوع ما يكونش ايه. مش حاجة أساسا. في باب مفتوح هنا طعيش ولا رصاصة صدق. الأماكن دي كلها ممكن أدخلها ولا بعدين؟ أعتقد إن دي الدوائر دي حاجات أنا ممكن أدخلها بعدين. افتح الخريطة. اوكي. لا والنبي قولوا لي ان في ممكن اعمل جام. مفيش اي حاجة من لها كرافت. انا في وضع لا احسد عليه يعني، لا معايا هيلث ولا معايا امو ولا معايا اي حاجة، واتعمل عليا حفلة. ده لغم. والمزيكا اللي شغالة دي يعني انا لازم سكراب ميتال ولا مش عارف اسمه ايه، عشان ما هو اكيد ان هو بيخلوني امسك ده عشان اقفل الباب هيكون في حفلة هتتعمل. لازم احمدك يا رب. 10 رصاصات بس وهم بسم الله ما شاء الله اساسا جبلات. ايوه ممكن اعمل امو. 5 رصاصات ينفعوا. اوه ده ثانية واحدة، هو 15 رصاصة ولا كده 25 رصاصة؟ انا بقى اللي مش عاجبني ان اللعبة مفيهاش ايم داون سايت، عادي وطبيعي مش كده. انا خايف من بص عمال يجري ده. بسم الله الحركة دي مريحاني.
هو الدي اي ده كان بيعمل لهم حاجه؟ انا فاكر كان في البيت القديم اللي انا كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. She's not answering and the gate is locked. Quiet girl. الحل الوحيد معاهم ان انا اطلع اجري. كالعادة يعني. Oh. Shit, we're sending ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. اخدها زي امو قصدي بتاع ده هيلث يعني عاوز هيلث بالذات يعني ما مش هينفع امشي طول يعني طول السكشن اللي جاي ده بدون هيلث يا عمي انا اكتر رصاص معايا والله كنت ممكن استخدم اللغم ده بس مش عارف بقى ايه نظامه اتعامل معاهم اه بالمناسبة هما كمان بيبقوا مستخبيين فوق هنا صح مفيش حاجة هنا ايه اللي انا خدته ده اه كيم فلويد يعني انا بس نهيبه عشان اعمل الدواء نفسه نويس ايه هنا برضو وشكلها كده محتاجة لوك بيك او حاجة اقرب لللوك بيك Come on, it's clear. Relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? We have to get inside. Hello?
Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Oh. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on. Go inside. Come now. This way. I'm not مرتاح. You're not from this village. No. أخذهم يأكلون. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. أنا قلبي مش مرتاح. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. إيش؟ أوكي. يعني هو أنا إلينا دي لسه مقبلة من شوية. I'll check on the others. يعني فاللي هو لحق تثق فيا. اوه طيب رايت نايس مفيش انكريبونز بقى. ايه بقى هنا ده الديزاين بتاع الاماكن حاسس ان انا عاوز امد ايدي كده والمس الحيطه. تكشر وورك في اللعبه فعلا ممتاز. Outsiders, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. Do the atmosphere. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left from your entire village? All that's left. All that's left. There is no one left. A worthless invalid. A stupid, wailing bitch. And you. You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing and expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow... Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house... has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. راح يجيب بوز. That's it. بس انا عارف اللي هيحصل دلوقتي. في مصيبة هتحصل دلوقتي يا جماعة. خلينا متفقين على كده. For all of us. Good idea. Come. لو الديمو كان مدته 30 دقيقة او 30 دقيقة وفي بس يعني جزء كبير منه عبارة عن استعراض قصة بالشكل ده فانا اعتقد ان كان الديمو ده يعني كانش فيه جيم بلاي كتير. Great ones, hear our voice. Great ones. Together as one. Great ones. ماشي. كده انا. Within the endless dark to deliver us into fate's hands. أنا خايف. As the midnight moon rises on black wings, خايف. So we make our sacrifice and await the light at the end. هو في إيه؟ In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. The cult. The cult. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Give me that. Bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though, and I hope you protected her. Framing as it shall protect us. The cutscene, or it's supposed to be the cutscene. What are you doing? Holy Leonardo, shit! Are you okay?
تحول. نهار أبيض، يا نهار أبيض. لا هو نجري أحسن. هو حاجة من إيه؟ إيه؟ تمام. Let him go. كنت ممكن أجري منه. وينا؟ I said no. يا أبوكي. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, no. This entire place is collapsing. Elena was taking a breath at the beginning. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together. شو الدم اللي كان معك فين طيب؟ العربية دي أعتقد إنها بتتساق. طب قبل ما نطلع من العربية بقى إنه إيه نقلف المكان كده ونشوف إيه ممكن يتاخد أو ممكن. حاجة بقى هنا يعني مش هيكون عاملين ممكن ابو ايه ده عاوز هيلس. لا ايه ده المغملة بتاعت اللعبة. انا مش عارف ليه فكرته حشيش فكر. ماشي وانا تاني كده كنت لازم اقعد اقعد عليه. ايه ده اكزامن ايتم. ماشي ده عشان ايه بقى؟ مفيش اي حاجة اي حاجة للهيلث. طيب انا راضي بلزق الجروح. ايوه فين الهيلث؟ طيب لا بس انا اعذره جهلي. سيستم غريب شوية. طيب تركي what are you thinking? Step back. We can bust out with this. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ هو بيت قديم بس مش كده يعني. تصرف غبي. Try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. Kind. وغبي. هو kind وغبي. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. That'd be good. نفهم نطلعنا. Come on. It'll hold. There, that's our way out. Thank God. No shit, Sherlock. But what then?
many. Hey. كنت وشها مش زي الست العجوزة اللي كانت في الأول. My hunch is she's in that old castle. No. The place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while your father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe! أنا أوكي. ماشي يعني عزائك يا إيثان إن في أغبى منك. تعرفي منين؟ هو قال لهم إن بنته إسود. هو قال لهم إن بنته مختفية؟ انا مش يعني ممكن نكون نسيت التفصيله دي لو حصلت. بصراحه يعني لحد دلوقتي اللعبه داخله دب 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 يعني نون ستوب قصدي نون ستوب خالص. وممكن حركه وشها ما كانتش قد كده عشان هما كانوا هيموتوها بسرعه. يا ابني يا حبيبي خلاص. Why the fuck is this happening again? Shit. هو كويس ان هم مخلينه بيرياكت اكتر من الجزء السابع اللي بيحصل معاه. الجزء السابع كان اقرب لان هو يكون سايلنت بروتاجونست من ان هو ديمون كريست. اعتقد ان الكريست ده هنستخدمه في الجرس بتاع الكنيسة ده والله مش حاجة تانية. المعاتيه اللي كانوا مستنيين. روح بقى للباب اللي هو اللي كان عليه فيه كان زي دايرة ناقصة كده في النص الباب. يا رب بس ايه منقابلش المهاطيل دول تاني. الست العجوزة دي تاني. هي بترسم ايه؟ لا هو ما اعتقدش ان هلا هو
No. المكان ده مش مريح اطلاقا. انا قضيت من الصوت بتاع دول البوسز بتوع اللعبه. هايزنبرج ده انا عارفه هايزنبرج وامه طويله ومازر ميراندا، لكن اتنين باين دول معرفش اسميهم. سيف اكيد في حفله هتحصل بقى، ما مش بالسهوله دي. دي بقى دي زير اتمنى بس ان الغاز اللعبه ما تكونش كلها بالشكل ده. الغاز اولى ابتدائي دي nothing but blood and death. Huh? انا حاسس ان في حاجه المكان ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اعتقد ان احنا داخلين على طلقتين شوتجن. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda's gonna love you. Hey. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you that you entrust the mortal to House Demetrius. My daughters and I will deliver to you. Ada! Ada! Brother, shut the fuck up! Where? You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. وانا اتحرق عليا المسكة. The man thinks suffering is assured. Yak yak. The man's dick is cut off in the castle. Blah blah. Blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser!
We'll find her food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to that. Oh, keep crying. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no more fight. Remember from whence you came. Thanks. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have. Ethan Winters. Get ready. No, wait! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five, four, three, two, one, time! Ah, Jesus Christ! Holy moly. That's right. Run for your life. Holy shit. لا هو وكل ده سكريبتد. اوكي Ethan Sandwich. العمل اه في حتى ايه خش My word. You truly are as strong as they say. النهار اسوح gotta keep daughter and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Something like British American roast beef. انا عملت ده صح؟ هو مش كان في عمود حديد دخل في صدره Wait, do those freaks have Rose? دخلت Waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter.
though I must say that castle arouses suspicion. Yeah. What you buying? What you selling? I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Oh, I كنت واخد فلوس نشوف كده. Something in particular? Seeking something in particular. I've gotten some new stock. اه اوكي معايا 950 لي اسمها لي انا جون اوكي 28 وصار مش عارف انا حاسس ان انا يعني يستحسن ان اوفر فلوس ولا ايه شكلها كده يستحسن ان اوفر فلوس مش عارف حاسس ان ده مش ورثت اصلا لان المسدس انا حاسس ان انا بضرب بيبي جن يعني مش اوفسينج هذا برايس الحاجات انا ممكن ابيعها au revoir جو موبيل ونشفته تقوليش ان دول بناتها التلاتة اللي هيطلعوا يجروا ايه اكزامن January 5th delivery of one male three female mother Miranda meeting with mistress the duke business discussion okay. اوه جن باودر سنتا ميغا كلاسيك 3 هم بناتها فعلا بيلا كاساندرا اند دانيالا انا عاجبني يعني 180 اجواء اختلفت 180 درجه عن اول حاجه احنا شفناها كانت كلها عباره عن اتمنى ان يكون في جيم بلاي اكتر مش هكدب عليكم انا ما عجبنيش قوي في الحته اللي فاتت دي هي كانت حلوه ممكن تكون من ناحيه القصه وكل حاجه بس اللعبه احسن صوت صوت خطر اجري وانا بلف ماشي اللهم صل على النبي ماسك ذا انجلز بلايند ايه طب خلينا اكمل قرايه طيب انا مش مرتاح اللي بيحصل دلوقتي دي انا شفتها في الاعلانات هيضربوا رجله بالمنجل لا هو ازاي كل الاصابات دي النهار اسوح ما
Okay. I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Wow. Wow. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. نظر أم طويلة. اوكي نفسي اعرف الناس اللي مجنونين بالشخصيه يا جماعه. انتوا لو ركزتوا في وشها هتلاقوا انه في يعني وش دوكو مخبي بلاوي دي تقريبا جثه حيه. ودما Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what are you doing? هو الفيروس اللي كان في جسمه من الجزء السابع كان مكمل على انه هو يخليه ديدبول في نفسه قوي كده. انا عارف ان في واحد دلوقتي ممكن ياخد اللقطة دي ويحط عليها كابشن قمة الهبد. Crimson Glass. Okay. كده لسه قادر يمسك سلاح. وصوت التصميم بتاع المكان انا معجب بيه جدا. انا معجب جدا بالاتموسفير والتصميم بتاع المكان. An easy to pick lock. يعني ايزي من اي اتجاه. اوكي انا ماشي يا اقدر صاير دي بقى. ما فيش حل غير ان احنا نتسلل هنا. انا اعتقد ان احنا ممكن نعمل امو. عشان قصه مارون اي رينج. ما ينفعش اتكسر ده. فلويد كريستال فراغمنت. اوكي ده زي الكريستالات اللي كانت في الجزء الرابع.
ده اكيد لغز 100% لغز. ما ينفعش نستخدمه. وكان في حاجه كانت هنا ماسك ذا انجلز، لا بلايندد جيز اند ذا هولي زين بي سيف. اوكي ايه ده؟ قلت لك ايه كده؟ We meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dumitrescu? The very same. اسمها دمتريسك. Why don't you take a look? دمتريسكو. Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? ماشي وريلا. Ah, yes, yes. تشبع واحد صاحبي اسمه عبد الرحمن. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. ده دمتريسك فاليبل. ايه بقى فاليبل دي بقى ممكن هي دي زي التريجرز بتاعت الجزء الرابع ممكن تتباع له. كريستوفر اوكي ايه ميبي ما بقالش لازم اعلمه على ماشي خلاص اوكي ما اعتقدش ان في حاجه تانية ممكن ابقى هالو اوكي as always a trustworthy fair exchange. شكلنا هنكون صحاب يا استاذ دوك. pay me no mind. ممكن بس طبعا انا بصراحه يعني شايف ان احنا محتاجين نظبط الامو. خليها انا محتار. لا انا بصراحه انا محتار اشتري ايه. هو انا بشتري كام رصاصه كده بس معلش؟ اربع رصاصات واربع تلاف. I saw you eyeing that one. Till next we meet. واو 4,400 ايه ده؟ جدا look from other side. اطلع قرب اهو. واحد تقريبا جينا نفس المكان اللي كنا جينا منه اللي هو هو نفس المكان. واين روم كان هادي بشكل مريب في حاجه
حاجة بتتحط هنا. شكلنا كده ايه نفس الحالة بتاعت سبنسر مانشن. ما دول ما يتحركوش. طب اروح اكسر دي واجيلك. اعتقد دي ممكن نحط فيها خاتم برضو. ما ينفعش بس انا حطيته صح. بستيف ثانية واحدة. أنا قلت برضو إن في. انتو تاني او جسمه دلوقتي بيطلع منه حشرات. بنت الكلب تهربت منها. اوكي اللي انا خدته اصلا. هو انا معايا هو انا ناسي ان المسدس ده اساسا useless shit اصلا. ايه ده ايه ده؟ Trust and Light.
ما برضو رصاص لي طيب. حتى دي في زومبيز هنا. يعني فاكر كويس جدا كان في زومبيز هنا في التريلرز. الموضوع ده بيفكرني بال كان المخرج بتاع اللعبة تقريبا كان اتكلم على حتة الشخصية اللي اتأثروا بيها نهار ابيض الشخصية اللي اتأثروا بيها وهما بيعملوا ليدي ديمتريسك هي اسمها ديمتريسك دلوقتي كان شخصية اسمها اليزابيث باسري كانت واحدة كانت بتقتل بنات لغرض انهم انها بتدور على دم تقريبا يخليها عايشة للأبد حاجة زي كده ولو انا مش غلطان دي ممكن تكون روبستا بتايت واضح ان بيتعمل عليهم تجارب هنا يا قلبي يا بلاش الزومبي سكيرز الوسخة دي بيتل سكراب انت خدت شوت جن في راسك طيب يلا تعال بقى تعال يا نهار ابيض لا 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 ده تهريك كريستال سكول
ده زي زي اسمه ايه ده بايب بومب. اوكي اعتقد دي يعني اعتمد على اننا اجمعهم في مكان واحد. شفت حاجة بتتحرك؟ حاسس ان انا اتغبيت، حاسس انها اتغبيت سيكا. انجريد نيكلاس، هو انجريد ده اسم واحدة من البنات اللي كانوا موجودين في الدوكيومنتس اللي احنا قرناها مش كده؟ انت بتعرف تفتح الباب؟ انت فتحت الباب ازاي اصلا بالمنظر ده؟ هو كان في حفره هنا جوه بيطلعوا منها. اللوق الجديد ما عادش معايا حاجة اصلا. Cassandra caused all this mess. يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب. Which tools do you prefer? You're tonight's main dish. Where are you going, little one? Bullets cannot harm. وانا لازم اخلص عليه. اعمل كرافتنج للهيلث يا ابني. دي بوس فايت، دي بوس فايت، ها دي بوس فايت. Not like this.
ارحميني. انا جريت منها يعني ضحك. هو في ايه؟ في ايه؟ طب عامل ايه طيب؟ ايه ده؟ كريستال تورسو. وايه اللي حصل؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل. بيك ده ايه ده؟ A vintage bottle of wine ornamented with in silver flower. It looks like a bottle. Okay. انا مش اللي في دماغي. انا دلوقتي اتعامل معايا السليمة يعني. ايه ده؟ ريكويل كومبنسيتور. ياه لوك بكاي. طيب كان في بقى ايه حاجة، في حاجات كتيرة ممكن نعملها بلوك بيك. انا فاكر لا يعني انا بتستهلك، نقول انها بتستهلكش بتستهلك. يا اوكي كنت بحسب هتفضل قاعدة معانا بقى زي اللوك بيكس بتاعت ريزنت ايفل 1. طيب احنا رجعنا تاني. هو الخريطة وين؟ ما احنا عاوزين نشوف فين مكان اساسا التايب رايتر كانت موجوده فوق اعتقد. لا تيستنج روم ايه ميرشنت. اه ميرشنت كان هو اللي عنده التايب رايتر، كان التايب رايتر في الاوضه بتاعته. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. طيب يا شباب اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. يعني اعتقد انا واقف لحد هنا، انا تقريبا بقالي اكتر من ساعه ولا يمكن دخلت في ساعه ونص ولا حاجه زي كده بلعب. اخلص. ولحد دلوقتي انا بصراحه يعني انا شايف ان اللعبه ممكن تكون خطيه شويه، بس انا هقعد بقى هلعب اشوف، بستكشف القصر ده اشوف كده هل في حاجات مثلا زي السبنسر مانشن اللي كان موجود في ريزنت ايفل 1 ولا. انا يمكن بس تعليقي على نقطة واحدة، واعتقد انها لصالح الجيم بلاي يعني لصالح بتاع ده استعراض القصة، بس الجيم بلاي ممكن يكون اخد يعني راحة كده على جنب شوية
في من بعد المقدمة بتاعت اللعبة، من اول ما انا قابلت الست اللي هي العجوزة دي لحد لما دخلت القصر، انا حسيت ان الجيم بلاي اخد اللي هو ايه روحة كده على جنب. وكان الموضوع كله لغرض اللي هو يلا تعالى نعرض لك القصة، يلا تعالى نعمل لك انتروداكشن للناس اللي موجودين في القرية والناس اللي كانوا اللي هما الفيلنز اللي موجودين في اللعبة. ده مش وحش، بس انا مش عارف هل ده هيستمر طول اللعبة ولا لأ، لان دي حاجة دي سلسلة ممكن تكون مش معتمدة على خطية بشكل كبير، ولازم ان هو يسيبك انك انت ايه تنطلق كده في المكان وتقعد تجمع قطع البازلز اللي تخليك انك انت تطلع من المكان ده لمكان تاني وهكذا. بس فان شاء الله انا يعني احتمال وانا بفكر الصراحة في ان انا اقدم الريفيو بتاع اللعبة دي الاول وبعد كده انقل الريفيو بتاع ريتيرنال. يعني لعبة روج لايك ممكن تاخد وقت طويل، لكن دي لا ما اعتقدش انها تاخد وقت طويل اطلاقا. يعني دي يعني ريزنت ايفل دايما بكتير قوي بتكون 10 ساعات، انا شخصيا بتصعلق شوية في اللعب، فالموضوع ممكن يوصل معايا ل 20 ساعة او حاجة زي كده. فممكن اقدم مراجعة بتاعت ريزنت ايفل الاول. بس اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.